نور الدين بن علال غير مسميتو بين مغربي، هو بالفعل من أصول مغربية وخدزت في بلجيكا وحامل الجنسية ديال بلجيكا. هذا كيسميوه ملك الهروب حيت شحال من مرة هرب من الحبس كما السكاكي اللي خصصنا ليه حلقة سابقة في القناة، وكذا ستيفن جاي روسل اللي كيحمل نفس اللقب يعني ملك الهروب. هل تسمى بن علال بملك الهروب؟ الجواب ببساطة مرتبط بعدد المرات اللي هرب فيها من الحبس في كل مرة كيتشد فيها، حيث السيد معروف في عالم الجريمة وعنده فيها باع خاصة في دولتي بلجيكا وهولندا. وفي هذا الفيديو غادي نخصصوه ليه وغادي نهضروا على بعض الحالات الفرار اللي نفذ ملك الهروب. في عام 2007 هرب بن علال من سجن إيتر اللي موجود على بعد حوالي 30 كيلومتر جنوب شرق بروكسل البلجيكية، وفيه كان مشدود بعد الإدانة ديالو بعقوبة حبسية نافذة. من تمك هرب بنفس الطريقة اللي هرب فيها المغربي أشرف السكاكي من سجن بلوز بنفس الدولة يعني بلجيكا، واللي خصصنا له فيديو سابق. صاحبة السكاكي هي اللي كرات شي طيارة ليكوبتير ورغمات الربان ديالها باش يهبط في صحة السجن وتهرب العشيق ديالها. اما في حالة بن علال اللي كيسميوه ملك الهروب، فشي واحد من المعارف ديالو هو اللي ادى المهمة وهو اللي هربو وسط السجن، حتى هو باستعمال طيارة مروحية مسروقة بجوجهم هربوا بنفس الطريقة. بن علال ما هربش غير من سجن ايتر، بل نفذ عملية فرار واحدة اخرى، وفي كل مرة كان كيدير طريقة مختلفة على اللي سبقتها باش ما يتفرش وما يتفضحش. غالبا ما كان كيبدل اللوك ديالو بشكل ما يتعرفش فيه، وكيدير باروكا. في شي مرة دار نظارة شمسية وتسلق صور ديال السجن عبر سلوم كان صنعو من الحبال. وفي هاد المرة وقع اضطراب بصحة السجن اللي حاول يهرب منه، وبن علال وصحابه احتجزوا جوج من الحراس ديال السجن كرهائن قبل ما يستطيعوا يهربوا في شي سيارة، وانتهى الامر بالقبض على ملك الهروب في هولندا بعد ما ارتكب شي عملية سطو في عام 2008، وتماك تسجن ثلاثة المرات قبل النقل ديالو لسجن بلوز ببلجيكا اللي كان هرب منه اشرف السكاكي كما تكلمنا في حلقة سابقة. في عام 2018 كان بن علال او ملك الهروب تفرج عليه يعني تطلق سراحه، لكن بشرط، والشرط هو انه يبقى تحت المراقبة الالكترونية يعني يدار له سوار الكتروني باش يعرفوا التحركات ديالو. لكن السيد ما التزمش وتورط لاحقا مع شي عصابة كانت كتختطف الناس اللي لاباس عليهم كتطلب الفدية للعائلات ديالهم قبل ما تطلق السراح ديالهم بعد ما تسلم الفلوس. شهرة بن علال ما عندهاش حدود، السيد خصت له موسوعة ويكيبيديا مقال وصفته فيه بأحد أشهر الهاربين من السجن بطرق غير مألوفة. كما قلنا كان كيتنكر، وفي مرة استعان بشيليكوبتر، وفي كل مرة كان كينفذ فيها العملية الفرار كانت كتنجح بالمساعدة أشخاص آخرين. المهم السمية ديال بن علال رجعت كيهضروا عليها الناس هاد الأيام، حيت السيد عاد شد من جديد هاد الأيام. شتت الشرطة الإسبانية في مدينة سبتة المحتلة بعد ما حاول هو وصحابه باش يختطفوا شي حد لاباس عليه ويطلبوا الفدية لعائلتهم. ماشي غير بوحدو اللي تشد كما قلت، حتى شي واحد آخر بلجيكي الجنسية من أصول عربية كيتسمى محمد نوير اللي عنده بالدور ديالو سوابق في ارتكاب هجمات مسلحة. ماشي غير هما بجوج اللي تشدو من طرف البوليس ديال إسبانيا، تشدو هذه شيامات قليلة. حتى شي فرنسي من اصل مغربي سميتو محمد بوطالب حتى هو تشد، وغادي يتحكموا ثلاثة بهم بعد ما حاولوا يختطفوا شي واحد باش يطلبوا عائلته بالفدية. بغاو يربحوا بلا شقة، ساعة جابوا الربحة من جديد، وماشي المرة الاولى اللي كان اللي يجيبوا بحال هاد الربحة. ما كنتش فاو في حد، اللي دار الدم يستاهل العقوبة. وهكذا كنساليو هاد الفيديو ديالنا اللي خصصناه الملك الهروب المغربي الاصل بن علال، وإلى حلقة قادمة دمتم أوفياء لقناة مروكن كريم الجريمة المغربية، ولكم مني أزكى عبارات الشكر والاحترام على تفاعلكم وتجاوبكم مع ما ننشره من فيديوهات وقصص، ونتمنوا باش نكونوا عند الحصن ديالكم، والشكر موصول لكم جميعا على هذا الاهتمام.